وسهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص اللي بيسعدنا يكون معانا ويشرفنا فيه معالي الوزير الدكتور محمد معيط وزير الماليه. مرحب بك يا فندم معانا على شاشه ام بي سي مصر. اهلا وسهلا. في البدايه يا فندم عايزين نتكلم عن الموضوع الاهم والابرز في العالم، فيروس كورونا وتاثيره على دول العالم. طبعا كل الدول متاثره، عايز تطمنا عن الوضع الحالي هنا، ونقف امام الوضع المصري او وضع الاقتصاد المصري، وهل تم احتواء تاثيراته المختلفه ولا لسه ممكن نعاني منه الفتره اللي جايه؟ شكرا جزيلا. هو طبعا يعني انتشار الوباء في العالم ادى الى انه عمليه الاغلاق المستمره لعديد من دول العالم لشهور طويله كان لها تأثير على يعني حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي اللي هو أساسا كان بيعاني من تباطؤ، أيضا فقدان وظائف عديدة، كميات إنتاج فقدت، شفنا رحلات الطيران الدولية بالكامل تقريبا وقفت، شفنا عملية إغلاق لصناعات وأنشطة عديدة. في النهاية الاقتصاد العالمي تأثر، ويعني كل دول العالم أعتقد يعني تقديرات صندوق النقد والبنك الدولي هيكون في انخفاض حاد في النمو الاقتصادي في العالم. مصر برضو تأثرت وتقديراتنا للنمو يعني انخفضت لأنه أنشطة عديدة في الاقتصاد المصري وقفت تماما زي السياحة والفنادق والطيران المدني وقطاعات زي مثلا المسارح، السينمات، المحلات، الكافيهات، كل ده معناه وظائف ومعناه نشاط اقتصادي ومعناه إيرادات ضاعت، فبالتالي هنتأثر في معدلات النمو تقديراتنا بدل 6% اللي كنا مستهدفينها دلوقتي بنتكلم على 4%، بنتكلم على انخفاض في إيرادات الدولة في حدود 124 مليار جنيه، بنتكلم على انه الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي من 6% الى 4% قد يقترب من ضياع 130 مليار جنيه من النمو الاقتصادي، بنتكلم على انه برضه في انفاق ارتبط بجائحة كورونا، انفاق زيادة يعني، بنتكلم برضه في حدود 63 64 مليار جنيه انفاق زيادة، بنتكلم على عجز هيزيد ودين هيزيد نتيجة ان ايراداتك انخفضت بالقيمة دي ومصروفاتك المرتبطة بالجائحة زادت. فبالتالي ده الى جانب طبعا في مئات الالاف من العاملين تأثروا سلبا سواء في دخولهم او في وظائفهم او في مستوى معيشتهم، قطاعات انتاجية معينة تأثرت سلبا في الانتاج بتاعها. في النهاية هي وضع اقتصادي صعب جدا ومؤلم جدا. مصر الحمد لله انه يعني كان عندها اصلاح اقتصادي وكان عندها فائض في موازنتها، فائض اولي، قدرت ان هي مع توجيه يعني لما وجه سياده الرئيس بان نخصص 100 مليار جنيه للانفاق على تبعات تبعات جائحه كورونا، احنا يعني انفقنا حوالي 63 64 مليار او ارتبطنا بالتزامات مرتبطه بجائحه كورونا بهذا الرقم. طبعا قطاع السياحه وقطاع الطيران يعني قدرنا ان احنا نتدخل لتدبير تمويل في حدود 5 مليار، وفرنا 3 مليار جنيه قد توجيهات السيد الرئيس لدعم صندوق دعم الصادرات عشان يصرف يعني التزامات لبعض المصدرين ونوفر لهم سيوله، برضو ادينا تسهيلات في الضرائب، ايضا العماله الغير منتظمه يعني تم صرف اول 500 جنيه لحوالي يعني 1,700,000 مواطن، برضو هنبدا صرف الدفعه الثانيه ثم الثالثه، يعني مخصص 3 مليار جنيه للانفاق على هذا. انفاق متعدد يعني برضو الصحة كان في التزام بانفاق ازيد يمكن في حدود 7.7 8 مليار جنيه، كل ده وضع يعني امكانيات الدولة وقدراتها تحت ضغط
علشان تواجه الانخفاض في ايراداتها وتواجه الانفاق الزياده المطلوب، مرتبط بيه طبعا انه لازم نوفر احتياجات المواطنين. في كل دوت مره ثانيه العمله الصعبه وضعت تحت ضغط، والاحتياطي وضع تحت ضغط، لكن اقدر اقول ان الحمد لله رب العالمين الصدمه الكبيره قدر الاقتصاد المصري يستوعبها وقدر ان هو يتخطاها، ونامل ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يحدث توازن ما بين الحفاظ على صحه المواطنين وبرضه يعني ان الاقتصاد يبدا تدريجيا، واعتقد عديد من دول العالم بدات تاخد قرارات في هذا الاتجاه. لو اتكلمنا عن القرارات بالتعايش مع هذا الفيروس، وفي فعلا عدد من الدول طبعا منها مصر قررت التعايش مع هذا الفيروس، عايز اعرف من حضرتك يعني الى اي مدى او احنا وصلنا لحد فين في مرحله اليقين لعوده الحياه مره ثانيه، فتح المصانع مره ثانيه، يعني كمان حضرتك اتكلمت عن وجود اساليب او اليات جديده للحصول على الضرائب. كلمني عن ماذا بعد كورونا. هو خليني اقول لحضرتك يعني انه احنا في عندنا لجنه اداره ازمه كورونا برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس دوله رئيس مجلس الوزراء، مع يعني مجموعه الوزاريه المعنيه، هي بتقيم باستمرار الموقف وبتاخد قرارات وفقا لتقييم الموقف. واعتقد انه عمليه يعني الفتح التدريجي للأنشطة والاقتصاد يعني هيبقى هو ده قرار هذه اللجنة، لكن الشق الثاني من سؤال حضرتك اللي هو خاص بتسهيلات وال يعني المستحقات الضريبية، احنا خدنا عدة قرارات وفي منها بقوانين، يعني مثلا على سبيل المثال تأجيل القرارات الضريبية وتقسيط الضريبة وإسقاط الضريبة العقارية عن قطاع زي السياحة لمدة 6 شهور القادمين، وفي قانون كمان يعني إن شاء الله بإذن الله للإعفاء من فوائد وغرامات التأخير هيروح مجلس النواب يمكن النهاردة. فخدنا عديد من القرارات، قانون مد الإعفاء يعني أو تجميد ضريبة الأطيان الزراعية للفلاحين، برضو يعني بعض الأنشطة اللي هي زي ما قلنا محتاجة دعم خلال الفترة اللي جاية هنبقى متواجدين. بنحاول نوازن ما بين قطاعات الاقتصاد المختلفة وما بين الدولة، لأن الدولة عشان تصرف محتاجة إيراد، والإيراد بيجي من النشاط الاقتصادي، والنشاط الاقتصادي متأثر سلبا والإيرادات متأثرة سلبا، وعشان كده يمكن بنحاول الفترة دي يبقى في نوع من التوازن عشان برضو الأنشطة الاقتصادية تتحرك، وإحنا مستمرين في هذا وبنتعامل معاه يعني ديناميكية بحسب تطور الأحداث. احنا بنأمل إن شاء الله بإذن الله يعني خلال 3 أشهر القادمين يعني على مستوى العالم كله الاقتصاد يبدأ يعني تدريجيا بيحصل عملية فتح الاقتصاد، يعني عديد من دول العالم بدأت تحط خطط، يعني من شهر 7 الطيران هيرجع، هنيجي في شهر 8 مش عارف نفتح حدود ايه، فدي مهمة جدا لانه برضو الانتاج تأثر، التجارة الدولية تأثرت، يعني الناس حياتها تأثرت، يعني النهاردة بنتكلم في دول مثلا على سبيل المثال امريكا الارقام بتاعه الناس البطاله او اللي فقد وظائفها الارقام اللي بنسمعها كانت ارقام كبيره قوي، يعني بينا نسمع 38 مليون و40 و42 مليون، في اوروبا العديد ناس كتيره فقدت وظائفها. فبرضه برجع تاني وبقول انه عمليه الغلق التام دوت يعني للاسف الشديد ضر الدول وضر المواطنين، ولكن كله كان بهدف الحفاظ على صحه المواطنين، وإن شاء الله بإذن الله تنتهي الغمة دي والوباء ده ينتهي. يعني مع بداية شهر يوليو بيبدأ عام مالي جديد وموازنة جديدة، لو تكلمنا عن أهم المؤشرات في الموازنة العامة الجديدة، وهل هيكون في اتجاه لترشيد الإنفاق الحكومي خلال العام الجديد يا فندم؟ يعني بالنسبة للموازنة الجديدة وبالنسبة لترشيد الإنفاق، أيوة قولا واحدا ده يعني ما نقدرش نقول غير كده، لأنه ظروفنا بتقتضي كده، يعني إحنا في النفقات اللي هي مش ضرورية أو اللي نقدر نأجلها أو نقدر نجمدها أو نخفضها أو نلغيها خالص
لازم نعمل كده، لأنه إحنا إيراداتنا قلت، وطول ما الوباء ده موجود وطول ما هو تارك أثاره على الاقتصاد، سياحة وتجارة والنهاردة محلات ويعني وأنشطة، طب ما أنت في النهاية والاقتصاد عبارة عن إيه، أو المالية العامة عبارة عن إيه؟ ما هي عبارة عن إنه الناس بتشتغل بتكسب بتدفع ضرائب، طب الناس ما اشتغلتش وما كسبتش، ما فيش ضرائب ما فيش إيراد، واخد بالك؟ فيعني في النهاية طب لو ما فيش إيراد وأنت عاوز تصرف نفس المصاريف، طب هتجيبها منين؟ هتروح تستلف تاني؟ فممكن تستلف تاني على أساس إنك أنت يعني هتعوض ده، بس ما أنت لازم توازن بين انك انت الدنيا تتحرك. فانا اعتقد الفتره اللي جايه بالتاكيد هيبقى في ترشيد للعديد من النفقات في الموازنه العامه للدوله. طب لو اتكلمنا في الموازنه يا فندم، ايه اهم مؤشرات النمو او العجز، يعني ايه اللي محطوط في خلال هذه الخطه يا فندم؟ يعني احنا بنتكلم على انه بالنسبه للعام المالي اللي هينتهي الشهر ده، طبعا نمو يعني نزل من 6 ل 4، فائض اولي كان مقدر ليه 2%، النهاردة بنتكلم ممكن يبقى يعني 1.5 أو أقل كمان. النهاردة بنتكلم على عجز كان مقدر ليه عجز كل 7.2، النهاردة بنتكلم في 7.9، دين كنا بنتكلم إنه يبقى 83، النهاردة بنتكلم لا هيبقى 86 القيمة بتاعت الدين إلى الناتج المحلي. طبعا ده يعني انخفاض الناتج المحلي في حد ذاته يعني بيلخبط كل الأرقام يعني كل المؤشرات وكده. لكن خلينا نقول تاني، المواطنين بيبقى المواطن مهتم أكتر مش بالأرقام قد ما هو مهتم يلاقي وظيفته، يلاقي سلعته، يلاقي فرصة عمل، يلاقي. علينا أن احنا يعني بقدر الإمكان نحافظ للمواطن على ده، عاوز يعني يلاقي الأمور في بلده يعني بتتحرك، بس هو لازم كمان المواطن يبقى معانا ومدرك أن الحفاظ على صحته والالتزام بالإجراءات الاحترازية هتساعدنا نساعده. طب ده ممكن نقدر نقول ان خلال العام الحالي او العام الجديد المالي هيبقى في اتجاه من الدوله لتوفير وظائف جديده او استثمار في بعض المشروعات اللي تؤهل وجود عدد من الوظائف المختلفه للمواطنين؟ بالتاكيد احنا يعني موضوع خلق فرص عمل ده يعني ليه الاهميه القصوى، وده شغل شاغل، لان فرصه عمل لمواطن يعني معناها بحافظ على أسرة، معناها أنه مصدر دخل شريف لي ولولاده، البديل بيبقى صعب قوي قوي أنه هو ما يبقاش ده. فعشان كده إحنا يمكن الباب السادس في الموازنة اللي هو بتاع الاستثمارات إحنا ضخين فيه جامد في الموازنة الجديدة. هدفنا حاجتين، هدفنا أنه دي مشاريع مهمة للبلد وللنمو، ويعني الأهم كمان انها بتخلق فرص عمل. لو اتكلمنا عن نعلم ان تم التواصل مع الحكومه مع صندوق النقد الدولي ان هو نحصل على قرض بقيمه 5.2 مليار دولار، بعض المعلومات عن هذا القرض والدفعات، وكمان لو هنتكلم ان في حديث عن اصلاح هيكلي يصاحب هذا القرض، يعني بشكل عام كلمني عن هذه النقطه. هو احنا يعني بعد الدربكه اللي حصلت في العالم، وطبعا المستثمرين مع إغلاق الدول حصل لهم حالة من الهلع، وعندهم حالة هو العالم رايح فين والدنيا بتقفل كده ليه وبتاع، طبعا ده أثر علينا، وبالتالي فإحنا يعني علينا مسؤولية تجاه بلدنا، نوع الاستقرار يعني استقرار في سياستنا المالية الاقتصادية في وضعنا. المواطن في الآخر عاوز يروح السوق يلاقي احتياجاته موجودة، عاوز يخش المحل البقالة ولا السوبر ماركت يلاقي كل حاجة موجودة، هو ده شغله الشاغل، ويلاقي فرصة عمل عشان يعني يقبض منها يروح يشتري الحاجات دي ويدفع الالتزامات اللي عليه. احنا دي شغلتنا، شغلتنا انه نحقق للمواطن ده. بس احنا يعني الفترة اللي فاتت دي كانت قاسية جدا جدا، فعشان كده واحنا بنديرها بنشوف ازاي نحقق للمواطن اللي هو عاوزه ونقلل من عليه الاثر. انا مدرك تماما انه العديدين قد يكونوا فقد وظائفهم او مرتبهم قل او مرتبهم اتجمد، فلكن في النهايه يعني حتى مع ده
وعلى الاقل ممكن يكون معاه حاجه يروح بقى يلاقي السلع. فاحنا كنا بنتحرك فيه نخفف الاثر بتاع ان المرتب يكون اتاثر او لا قدر الله فقد فرصه عمل، بالذات العماله الموسميه والعماله الغير منتظمه وكده، وفي نفس الوقت السلع تبقى موجوده وتبقى بالاسعار اللي يقدر يشتريها. واحنا بنعمل الكلام ده يعني عاوز اقول لحضرتك ما احناش كنا في جزيره منعزله، لا احنا متاثرين ومتاثرين سلبا بحاله اللخبطه اللي في الاسواق الماليه والمستثمرين وما الى ذلك. وبالتالي كنا بندور على انه نستمر بنحصل على التمويل اللي يمكننا من انه نمكن المواطن من انه هو اموره تبقى مستقره. لانه خد بالك من حاجه، لو لا قدر الله سلعه معينه انت ما لقيتهاش، بص يعني انت تقعد بقى تلف حوالين نفسك كده، زي مره السكر نقص في الاسواق وكان بخمسة جنيه، قعدت حضرتك تدور على وسط يجيب لك كيلو السكر ب22 جنيه. فيعني انت مش عاوزنا اسبب لك المشكله دي طبعا، وانا مش عاوز احطك في الموقف ده. اذا فانا عليا دور ان انا حاجتك تلاقيها، وانا بعمل الكلام ده في منها اللي بينتج من هنا، في منها اللي بنجيبه من بره، في بتاع، بس في الاخر انت ما بتقولي دي شغلتك انت، شغلتي انا بقى ان انا اشوف انا اعمل الكلام ده ازاي. فعشان كده لما الاقي ان انا محتاج تمويل، وبطبيعه الحال انا بدير موازنه فيها ايراد وفيها مصروف، الايراد قل والمصروف زاد، طب يبقى انا لازم اجيب تمويل اكتر. في التمويل الاكتر ده في تمويل اقدر اجيبه لك بالجنيه المصري عشان وفي تمويل اجيبه لك بالعمله الصعبه عشان انت محتاج ان انا اوفر لك حاجات، مستلزمات طبيه بعضها بيجي من بره وبعضها من هنا، مستلزمات سلعيه بعضها بيجي من هنا وبعضها بيجي من بره، انت بالنسبه لك يجي من هنا يجي من بره، المهم يبقى موجود ومتاح ليك. يبقى اذا انا بشوف ايه اللي انسى يعني اللي اقدر اعمله، بحيث ان الكلام ده ممكن حد بقى يقول لك اصلي ده مش عارف ايه بتاع، اقول له بص انا في المسؤوليه وشايف وعارف، وعشان كده انا بحاول احقق لك اللي انت لو ما لقيتوش هو ده هيبقى تركيزك، هو ده اللي هتتكلم فيه، وهتقعد تقول ده السلعه دي مش موجوده، ده دي نقصت، ده سعر دي ارتفع، لا انا بحاول اشيل عنك دي بان انا طول ما انا في المسؤوليه. فحسينا ان احنا محتاجين يعني نتكلم مع مؤسسات ماليه دوليه علشان يعني ده متطلب بالنسبه لنا عشان نستمر محافظين على استقرار بلدنا واستقرار اوضاعها الاقتصاديه وما الى ذلك. هو ده عيب او غلط؟ لا طبعا بالعكس، انا انت بتحاسبني على لما تخش السوق وتخش محل البقاله وتخش السوبر ماركت وتروح تجيب احتياجات ولادك، هو ده اللي انت بتحاسبني عليه. فخليني انفذ لك ده، وخليني محافظ لك على انك انت بتقول الحمد لله 3 أشهر جه عليا رمضان كل حاجه الحمد لله رب العالمين. بجيب بقى التمويل، ممكن انزل اجيبه، بشوف الصالح. لو الصالح ان انا اجيب التمويل، ما هو في الاخر انا كنت متوقع يجي لي 100 جنيه ايراد نقصه بقوا 60، كنت متوقع ان انا اصرف 50 جنيه زادوا بقى 80. الاول كنت بقول الفرق بين 100 ويعني 100 جنيه ايراد هيجي لي 100 جنيه ايراد وصف 60، فالفرق 40 هنزل اجيب 40. لما ال 100 نقصوا بقوا 60 والمصروف ده، طب ما الفجوه زادت، الفرق ده زاد، يبقى لازم اجيب زياده عشان اوفر لك احتياج. يا ترى هل معقول تروح تيجي في شهر عاوز مرتبك اقول لك اسف ده في ازمه كورونا؟ او معاشك اقول لك اسف اصل في ازمه كورونا؟ او لا، دي مسؤوليتي انا، طالما انا اللي محطوط في كرسي المسؤوليه وحالف اليمين ان ده، يبقى انا مسؤوليتي انك مرتبك في ميعاده ومعاشك في ميعاده وحالتك وحاجتك بتاع عشان نحافظ مره تانية الاستقرار الاقتصادي اللي حققناه خلال الفتره اللي فاتت مش عاوزينه يضيع في الازمه دي، عاوزين لما نخرج من الازمه دي خارجين واقفين على رجلنا ونكمل ان شاء الله، وان شاء الله ده باذن الله هيحصل. اكيد. سؤال الاخير، رساله طمانينه للشعب المصري، عايز اعرف من حضرتك متى يتعافى الاقتصاد، او نقدر نقول ان هو تعافى تماما اثار كورونا؟ هيتعافى لما كلنا نحافظ على الاجراءات الاحترازيه، لما كلنا ناخد بالنا من نفسنا ومن اسرنا وما نستهنش بالوباء. دي حاجه. ليه؟ لان العالم بره بدا ياخد الاجراءات ان هو خلاص نبدا نفتح وبتاع. يعني احنا عاوزين بلدنا، لانه لو انا بشتغل في محل بروح الصبح ابدا في المحل ده الساعه 8 الصبح واقعد اشتغل لغايه 5 6 مساء، طب المحل ما فيش ايراد، ما هيقول لي امشي،
طب انا فقدت وظيفتي لانه في لا احنا عاوزين كلنا نرجع نشتغل وكلنا نروح القهوه فاتحه والكافيه فاتح والسينما فاتحه والمول فاتح وكله بيشتغل فالدنيا بتتحرك. انما لو يعني فضلت الاوضاع كده وفضلت ان احنا مستهينين بهذا الوضع واخدينه على انه لا ده مش عارف ايه، طب ما احنا كده بنأذي بعض، بنأذي بلدنا، بنأذي نفسنا، لانه برضو ما يقدر على القدره اللي قادر. يعني احنا خارجين من وضع كان يعني مؤلم لينا كلنا، والحمد لله يعني بدأنا نقف على رجلينا وبتاع، راضيين بقضاء الله وقدره، بس عاوزين يعني ربنا يكرمنا نخلص دوت ونبقى مع الدول بقى اللي بتاخد اجراءات فتح واقتصادها يرجع ينمو. وانا بقول ان شاء الله ربنا يكرمنا ويحصل فتح الاقتصاد ده، الاقتصاد المصري عافي، وان شاء الله يقدر ان هو يقوم على طول باذن الله. صحيح الاقتصاد العالمي هياخد وقت، ليه؟ لانه الازمه كانت قاسيه، ولكن مصر عندها فرصه كويسه ان شاء الله باذن الله وتعوض كل اللي فات ان شاء الله. احنا طبعا احنا عايشين في هذا النوع من الثبات بسبب الاصلاحات الاقتصاديه اللي حصلت في الفترات الماضيه. بشكرك شكرا جزيلا معالي وزير الدكتور محمد معيط على هذا اللقاء ووقتك، وقدرت توضح عدد من النقاط يا فندم. شكرا جزيلا. وبشكركم مشاهدينا على حسن وطيب المتابعه، والى لقاء اخر ان شاء الله.